خلونا نبدأ ب خبر لمحمد صلاح. خبر محمد صلاح، تشافي قدم مذكرة رسمية وطلب رسمي لإدارة برشلونة، بيقول لهم أنا عاوز أتعاقد مع محمد صلاح بأي شكل من الأشكال. فبالنسبة لتشافي محتاج محمد صلاح جدا، لأن هو شايف إن ده البديل الأمثل بتاع ميسي. هل محمد صلاح هيروح برشلونة؟ وخلي بالكم محمد صلاح غير إن هو زملكاوي، محمد صلاح ميوله كتالونية. محمد صلاح بيميل شوية، هو مش شوية، هو بيميل كتير لبرشلونة الأسباني. فمحمد صلاح هل هيروح البارسا؟ ايه رأيكم؟ برضو اكتبولي في التعليقات، هل انت تؤيد ان محمد صلاح يسيب الريدز ويطلع على اقليم كاتالونيا، ولا انت شايف ان محمد صلاح مع الريدز ليفربول افضل؟ بالنسبة لي انا هقول لكم رأيي الشخصي. رأيي الشخصي ان محمد صلاح بيلعب في اقوى واهم دوري في العالم، فما اعتقدش ان الدوري الاسباني يعني هيبقى لمحمد صلاح. انت راجل بتلعب في الدوري الاقوى في العالم، في دوري يعني نمبر 1 نمبر 1 نمبر 1، وانت هداف الدوري ده، وانت بتاخد كتير كل شهر، افضل لاعب في الشهر، افضل لاعب في الشهر، فمستواك هيبقى في ارتفاع مستمر، عكس ما تروح اسبانيا، وعكس ما تروح يعني تلعب مع برشلونة. الدوري الاسباني مش بقوة الدوري الانجليزي. فمحمد صلاح نصيحة من اخوك الكبير، خليك في ليفربول. عاوز تروح ممكن بقى تروح مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، انما ما تخرجش من الدوري الانجليزي يا ابو صلاح. قولولي رأيكم معايا ايه، وقولولي رأيكم هل الخلفية دي افضل ولا الخلفية التانية؟ ما انا لازم اعرف، عاوز اعمل كده استقصاء رأي، عشان يعني انا بقرأ التعليقات بعد البث المباشر. ده بالنسبة لابو صلاح، ايه اللي هو بالنسبة لي يعني انا بشجع ليفربول، يعني الفريق بتاعي في اوروبا ليفربول، فانا بشجع ليفربول يا رجالة. طيب تعالوا بينا ندخل على ايه تاني. امبارح كلنا شفنا مصطفى شوبير طالع مع هاني حتحوت. طبعا انا اتكلمت امبارح، مصطفى شوبير طلع في احاديث وطلع في الاعلام اكتر ما لعب مباريات رسميه. يعني لو تعد مصطفى شوبير طلع في كام مداخله تليفونيه وكم لقاء تلفزيوني والكلام ده كله، هتلاقي مصطفى شوبير طلع العدد لو عدتهم هتلاقيهم اكتر من عدد مبارياته الرسميه اللي هو لعبها. فمصطفى شوبير، انما رغم كده هقول لكم على حاجه، ممكن يكون مصطفى جون كويس، ولكن ابوه هيظلمه بسبب ان ابوه في ناس كتيره مش حابه انها تشوفه كويس وانها تشوف ابنه كويس. فممكن مصطفى يكون جون كويس، ولكن خلافات ابوه واللي ابوه بيعمله لغايه النهارده في نادي الزمالك وتدميره في نادي الزمالك اللي ابوه بيعمله ممكن يأثر على الولد، انما الولد مؤدب والولد ممكن يكون حارس ممتاز، ولكنه ابن احمد شوبير هياخد دعم اكتر، وهتحس كده ان الدنيا كلها بتخدم عليه، عكس اي حارس تاني يعني غلبان زي حالتنا كده ملهوش حد يسنده ولا ليه ظهر. فمصطفى شوبير امبارح انصف شيكابالا. مصطفى شوبير امبارح بيقول لك في 2016 كنا بنلعب اثيوبيا، كان هو مع منتخب مصر، وكنا بنلعب اثيوبيا، وقع في اخطاء كبيره جدا جدا جدا، والاخطاء دي اثرت عليه واثرت على نفسيته. لقى تليفون جاله من شيكابالا بيكلمه وبيسلم عليه وبيقول له ما تزعلش وشد حيلك يا بطل، ويعني ركز في طريقك ولا يهمك، دي بتحصل لكل لعيبه العالم. ونفس الكلام قاله له طبعا، لقى اتصال من محمد صلاح كان بيلعب في روما ساعتها، محمد صلاح كلمه، زائد ان شيكابالا كلمه. عاوز اقول لك ان لولا ده ابن احمد شوبير ما كانش حد، لا صلاح ولا شيكابالا كانوا هيكلموه. فالواسطه بتديك الافضليه، الواسطه بتديك الافضليه، عكس ما تكون انت راجل يعني الحارس الثالث في الزمالك اسمه محمد نديم، مين في ظهره؟ مين يحميه؟
ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى. فده كان بالنسبة للقاء بتاع مصطفى شوبير. طيب تعالى نخش على النادي الأهلي شوية. امبارح أحمد عبد القادر قعد مع موسيماني وقعد اتكلم معاه، و يعني اتكلم معاه قال له أنا زعلان، أنا عاوز ألعب، أنا ما بلعبش، يا إما تلعبوني يا إما أمشي في يناير لأن أنا عندي عروض في يناير. نفس الكلام ده قاله حسام حسن، نفس الكلام ده قاله حسام حسن مهاجم سموحة السابق والأهلي الليبي. حسام حسن برضو اتكلم يتلعبوني يمشي، نفس الكلام قاله عمار حمدي. فانت عندك في ثلاث قنابل موقوتة في النادي الأهلي، عمار حمدي وأحمد عبد القادر وحسام حسن، والرابع بتاعهم اللي هو أصبح رحيله مؤكد 100% هو كهربا. كهربا الخطيب بيدور له على عقد إعارة في يناير القادم، وكهربا بنسبة 70-80% هيمشي في يناير القادم. الأربع لعيبة دول خارج حسابات موسيماني، ممكن أبي ينزل أحمد عبد القادر شوية، إنما مش بيعتمد عليهم. موسيماني بيعتمد على 13-14 لاعب، وهي دي القصة عنده بتنتهي لغاية كده، ومفيش ذكر، مش ذكر، مفيش حد محترم في الإعلام بتاعنا الرياضي بيطلع بيتكلم في الكلام ده، لأن لو اتكلم في الكلام ده طبعا القصة انتوا عارفينها، مش هقعد اتكلم فيها كل يوم، مش هيلاقي ياكل، المرتب مش هيتحول على حسابه في البنك. فالقصة ان انا لازم اتكلم على اخبار نادي الزمالك، اهبد على اخبار نادي الزمالك، وانا جاي لكم دلوقتي للفضيحة بتاعت يلا كوسة، موقع يلا كوسة، انا جاي لكم للفضيحة بتاعت يلا كوسة. ولكن انتوا عارفين في البث دايما عندي ببدأ كده تدريجي وبعدين بنعلى بالريتم حبة حبة. فبالنسبة الأربع لعيبة دول هما مش هيكونوا موجودين مع النادي الأهلي، على الأقل هيبقى عاملين صداع في راس موسيماني على طول. طيب ده بالنسبة للأربعة الرباعي بتاع النادي الأهلي اللي هما عاملين مشاكل جامدة داخل غرفة خلع الملابس بتاعة الأهلي ومحدش بيتكلم فيها، ادينا هو بنتكلم فيها. وزي ما انا وعدتكم هتلاقوني دايما بطلع لكم اخبار الاهلي الحقيقية، والناس اللي بتقول انا بهبد عشان انا بكره الاهلي، اي نعم انا بكره الاهلي، انا بكره الاهلي. هل في حد بيقول كده؟ لا، انا بكره الاهلي. زي ما قلت لكم امبارح او اول، انا عاوز منتخب مصر يخرج باذن الله من تصفيات كاس العالم وتيجي ضرافها ونبني على نضيف، عشان ضياء السيد ووائل جمعه ومحمد شوقي والشوية دول، يعني شلة الاهلي دول يروحوا. فانا بكره الاهلي وكل حاجة، بس مش هقول خبر كده، مش هقول خبر كده. بكره الاهلي والله العظيم بكره الاهلي جدا، وما بحبش النادي ده عشان نادي ظالم، ونادي تحس كده تحس معبد امون، فانا بكره هذا النادي. انما رغم كده هقول لكم الاخبار الحقيقيه، وبنزل لكم في قسم المنتدى اللي بنزل لكم الاخبار والبوستس والكلام ده كله عشان تشوفوا الكلام اللي انا بقوله. فان شاء الله باذن الله على راي الفنانه شاديه، يا رب كتر افراحنا وعلى قد نيتنا الدينا، هما بقى يا رب كتر بلاويهم ومشاكلهم، وربنا ياخد النادي الاهلي ده ويشيله كده من على وش الارض شيء. قولوا امين، قولوا امين. صراحتي دي مودياني في 60 داهية، ولكن انا كده مش عارف اقول لك اصلي والنادي والمنافس، انا ما بعرفش اتكلم الكلام ده. طيب تعالوا بينا ندخل على تعالوا بينا ندخل على محمد بركات. محمد بركات فضح اتحاد الكورة وفضح المنظومة، رغم ان محمد بركات لعيب من لعيبة النادي الاهلي، انما بيني وبينكم يعني محمد بركات ده عسل وصريح، ولما بيتكلم في حاجة بركاته ببركات ده ملك الحركات. تعالوا نشوف محمد بركات قال ايه. محمد بركات بيقول لك لو كنا استبعدنا قفشة وشريف، طبعا محمد بركات الناس اللي ما كانتش عارفة هو كان مدير منتخب مصر مع الكابتن حسام البدري. فمحمد بركات
بيقول لك لو كنا احنا الجهاز بتاعنا هو اللي استبعد أفشة وشريف يعني كنا مشينا تاني يوم. يعني فلتر التصريح ده في ودانك كده وفي مخك وفي عقلك، اسمعه بودنك كده وفلتره وشوف بركات يقصد ايه. لو كنا استبعدنا أفشة وشريف كنا هنمشي تاني يوم. الله، ده أفشة وشريف دول بتوع الأهلي. لو كنت استبعدتهم كنت هتمشي تاني يوم. ليه؟ عشان الاحتواء. خد ياد يا سيد، ياد تعالى عايزك، تعالى تعالى، سيب اللي في ايدك وخد تعالى. سمعت ياد يا سيد تصريح بركات ولا وقعت على ودانك يا سيد؟ وقعت على ودانك صح؟ طيب اسمع تصريح بركات يا ابو السيد وشوف مين اللي بيحتوي مين. يا ابو السيد يا عسل، ده انت ليلتك سودا يا سيد معايا، ليلتك سودا، ليلتك كحل معايا يا سيد. والله انا امير مرتضى موصيني عليك، رغم اني عمري ما قابلت امير ولا عمري كلمته. فده بالنسبة لمحمد بركات. عاوز اقول بقى البركات حاجة مهمة جدا 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 يا كابتن محمد بركات. بسبب النادي الاهلي وبسبب خوفكم ورعبكم من نادي الاهلي انتم ضيعتوا منتخب مصر. عارفين ضيعتوا منتخب مصر ليه؟ ضيعتوا منتخب مصر عشان مصر بقى في التصنيف الثاني ولسه بيحاول، بس طبعا مستحيل، قدامه صعوبات كبيرة جدا، لازم نيجيريا تخرج او الجزائر تخرج او تونس تخرج عشان منتخب مصر يطلع تصنيف اول، وده يعني صعب جدا جدا جدا. لولا قعدتوا ما بتلعبوش، المنتخب ما بيلعبش في فترة التوقف عشان خاطر تريحوا ننوس عين ماما وما يلعبش في الدوري، ولا لعبته تلعب مع المنتخب عشان يبقى مفخد ويخش دوري ابطال افريقيا اللي كسبه بالسم الهاري، بسبب ان انتم ريحتوا لعبت الاهلي وطبعا ما لعبتوش مباريات دولية. بسبب كده يا بركات منتخب مصر ما لعبش ماتشات كتيرة دولية، و كان يعني من المفترض هيكسب بعض الماتشات، فكان تصنيفه هيعلى شوية لأن مصر السادس حضرتك، فكان بينها وبين الخامس أعتقد نقاط قليلة. إنما تونس عشان منتخب محترم، الجزائر منتخب محترم، المغرب منتخب محترم، السنغال ونيجيريا ناس محترمة وعندهم دوري وما عندهمش ننوس عين ماما، قدروا إنهم يلعبوا مباريات دولية كتيرة وقدروا إنهم يصعدوا بالتصنيف بتاعهم. يعني حسام البدري بسبب ان هو ما لعبش مباريات عشان يريح لعيبه الاهلي، وخلي بالك تعال ياد يا سيد اقول لك حاجه، يا تسيب اللي في ايدك وتعالى. حسام البدري هو اللي قال كده، قال لك انا ما لعبتش مباريات وديه لمنتخب مصر عشان اريح النادي الاهلي اللي هو داخل على مباريات مهمه في دوري ابطال افريقيا. شفت ياد يا سيد؟ يلا مش انا قلت لك اصبر ياد يا سيد؟ اصبر، انا هجيب لك الاحتواء، هعرفك الاحتواء يا سيد، وبمنتهى الادب وبمنتهى الذوق وبمنتهى الشياكه، بس هتتظبط يا ابو السيد، والله هتتظبط. واي حد هيغلط في الزمالك هيتظبط مهما كان منصبه، مهما كان منصبه، مهما كانت مكانته، هيغلط هيتروق هنا عندي. الا الزمالك تقول لي اي حاجه، الا الزمالك، فاهم ياد يا سيد؟ فده بالنسبة يا سيد لمنتخب مصر اللي انتم ضيعتوا التصنيف عليه، اللي انتم ضيعتوا التصنيف عليه يا ولا يا سيد. طيب تعالوا بينا ندخل على حاجة تاني. هكتور كوبر، هكتور كوبر الراجل اللي صعدنا كاس عالم ولكن رحنا هناك اتروقنا ثلاث مباريات، اتغلبنا اوروجواي والسعودية وروسيا، اتغلبنا من الثلاث منتخبات دول. يعني هكتور كوبر بقى يا سيدي بيصعد بالكونغو الديمقراطية للدور الثاني زينا كده في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بعد الفوز على بنين 2-0. فهكتور كوبر بإمكانيات قليلة، بلعيبة إمكانياتها محدودة، بدولة إمكانياتها المادية مش قوية قوي قوي قوي، هكتور كوبر بيصعد بالكونغو الديمقراطية إلى الدور الثاني والأخير من تصفيات المؤهلة لكأس العالم. ده بالنسبة للخبر بتاع هكتور كوبر. طيب تعالوا بينا ندخل على ايه تاني. هو خبر ممكن يكون صح وممكن يكون غلط. المصري اليوم هو طبعا من المواقع اللي بتهبط برضه، يعني احنا عندنا شوية مواقع
بسم الله ما شاء الله يعني في الهبد ما يتوصوش. المصري اليوم بيقول لك بيراميدز يعرض 10 ملايين جنيه على محمد ابو جبل. ممكن فعلا، مش هقول الخبر ده كاذب، ممكن يكون الخبر ده صحيح، ولكن محمد ابو جبل مش هيلعب في حته في مصر غير نادي الزمالك. محمد ابو جبل مش هيلاقي مكان زي نادي الزمالك، مش هيلاقي مكان زي نادي الزمالك. الشناوي موجود في الاهلي، وبيراميدز ما اعتقدش ان ابو جبل يعني هيسيب الشعبيه والشهره والاعلام والضوء والتقطيع اللي بيقطعه الاعلام في نادي الزمالك ويروح بيراميدز يعني. فابو جبل ان شاء الله باذن الله موجود مع الزمالك، وزي ما قلت لكم من امبارح مفيش تجديدات لحد دلوقتي، مفيش لعيبه هيتجدد لها دلوقتي خالص. فاضل 9 ايام على فتح او على نهايه المجلس بتاع مرتضى منصور، حوالي 9 ايام على نهايه المجلس بتاع مرتضى منصور. ووزاره الشباب والرياضه كل ما حد يسالها اخبار حكم المحكمه ايه، وزاره الشباب والرياضه مش هنا يا عبد السلام، ده حكم محكمه ما ينفعش فيه دراسه. حكم محكمه يعني ايه؟ حكم محكمه يعني نفذ. لا احنا بندرسه. هو في حكم محكمه بيدرس؟ هل في حكم محكمه بيدرس؟ انا بسالكم، انا ما دخلتش حقوق، انا راجل بكالوريوس تجاره. هل في حكم محكمه بيدرس ولا لا؟ ما اعرفش يعني. الوزاره بتدرس حكم المحكمه ايه؟ بتدرسي فيه ايه يا وزاره؟ هتشوفيه صح ولا غلط؟ لو صح هنفذه، لو غلط مش هنفذه. الموضوع يعني الموضوع كلنا عارفين، الموضوع كلنا عارفينه. فده بالنسبه لي الانتخابات بتاعت نادي الزمالك. فلغايه خلاص مفيش تجديدات. طب يا محمد ما المجلس الجديد هيجي على اخر 12 او في شهر 1، هنكون في الانتقالات يناير وممكن اي لعيب يوقع. انت هتعمل ايه؟ لا مساس وما تزعلوش، خلاص لا مساس وما تزعلوش، خلاص احنا خلاص مش هنزعل. انا مش زعلان، حد فيكم زعلان؟ انا مش زعلان خالص. نادي الزمالك مش عارف يجدد للعبته، لا مساس وما تزعلوش. بالظبط، نادي الزمالك اتقفل باب القيد يعني فترتين، لا مساس وما تزعلوش. مصطفى محمد مشي وفرجاني ساسي مشي وبن شرقي هو على الابواب، لا مساس وما تزعلوش. خلاص مش حاضر، لا مساس ومش هنزعل، حاضر انتوا تؤمروا، حاضر.